قدرناش نتواصلوا هكذا كنت تواصلوا هكذا. بون الله يسلمك. نبدا لك الاسئله اللي يحبوا يهضروا عليها الناس معك. بدايه ما رايك في القرار نتاع القايد صالح؟ اولا لابد ان تضاف له الماده السابعه لان الحكم للشعب، ولا يكفي ان تكون الاعلان عن عدم قدره الرئيس على القيام بمهامه بناء على صحته وكذا الى غير ذلك. الخوف، كل الخوف ان تكون يعني اداه تخلي الجماعه التي تعرفونها الإجرامية هذه تدخل من خلال مجلس الأمة وتفرض رجلها. أستاذ خطر كبير، لابد أن نكون حذرين منه. المادة 160 نعم، لكن زيدوا لها المادة السابعة يعني يمشيوا مع بعض. أوكي أستاذ، أنت هل عندك ثقة في الفريق أحمد قايد صالح؟ وهل تعتبر الفريق أحمد قايد صالح جزء من العصابة ولا ما عندوش علاقة بالعصابة؟ أوكي. حكيم أبو رزان يقول لك في حالة ما إذا استقال الرئيس، هل تشوفه هو أحسن مخرج للجزائر؟ أنا الذي يهمني أخويا عدلان أن هؤلاء الناس يتركوننا وشأننا، يعصون على وجه ربي. لماذا؟ لأن الأمر القانوني والدستوري يعجنهم كما يحبهم. الدستور هذا بان لهم غير اليوم، نقبل على ما بان لهمش الدستور، على ما بنهمش نهار الرئيس طاح وضرب مرضى شينا وما قدرش يقابل الشعب نتاعو، ما خاطبناش منذ 7 سنين خويا العزيز. لذلك انا نقول لك ان الاوان ان نقول لهؤلاء الناس لا تحاولوا الالتفاف لا بتغطيه دستوريه ولا بتغطيه عسكريه ولا باي تغطيه كانت. نريد لهؤلاء ان يتركوننا وشاننا. الاستاذ في يد الشعب وليس في ايديهم. الاستاذ عبدين بادي يقولك ما هو محل الولايات الجنوبيه من الحراك وما دورها في المرحله الانتقاليه، ام انها ستغيب كما تم تغييبها منذ سنين؟ ويا عجل، تكلمنا عن الجنوب وقلنا بان الجنوب ظلم ظلما عظيما، وما زال الناس الى يومنا هذا يعيشون وكانهم لم يستقلوا بعد. هذا الحراك هو الذي يجعل اهل الجنوب يعرفون معنى الاستقلال ويجعلون ثمار التنمية تقسم بيننا جميعا بالعدالة. العاصمة ليست الجزائر، الشمال ليس الجزائر، الجزائر 2.38 مليون كيلومتر مربع، الجزائر 48 ولاية، 1541 بلدية، دشرة قرية. أستاذ، كاين سؤال واحد آخر يقول لك كيف تعلق على الأخبار المتداولة بمنع 180 مسؤول من السفر؟ والله الطغمة ليست 100 وشيء من هؤلاء الظلمة، وإنما عددهم أكبر بكثير من هذا، لكن المتحكمون في النظام لا يتجاوز عددهم 50 واحدا. هؤلاء يجب أن يحيدوا، وأننا نحارب الفساد حيث ما وجد. أنا آمل أننا نغلق المجال الجوي عن هؤلاء الناس حتى لا يسروا بأموال الأمة. إسبانيا تقول لقد دخلت عندي أموال طائلة من جزائريين. تسأل الحكومة الجزائرية، تسأل الدولة الجزائرية ماذا يحصل عندكم؟ نقول إن هؤلاء أحسوا بالشماخ وسلم تحت الجيوش. أستاذ، كاين سؤال واحد آخر بالك نختموا به. كم يلزمنا من الوقت لبناء اقتصاد متوسط يضمن للجزائر أنها تعيش بموازنة؟ أقسم لك بالله 5 سنوات ترون ثمار التنمية. سؤال واحد آخر، ما رأيك في تعيين اليمين زروال لترأس مرحلة انتقالية؟ هل أنت معه أم ضد؟ راجل قراكل، ليش طول حياته راجل؟
اوكي. الله يرضى عليك يا استاذ، نعاود ان شاء الله اللايف هذا ان شاء الله الخطره الجايه مباشره تكون معانا. مرحبا بك خويا عدلان، ومرحبا بك. شوف سؤال واحد اخر، سؤال واحد اخر برك. يقول لك لماذا لا يفكر الاقتصاديين، الناس اللي عندهم علاقات بالاقتصاد وخبراء اقتصاديين، بتأسيس لجنه تاع خبراء تعطينا حلول؟ خويا العزيز، عندنا من 2003، انا من 2008 اتكلم عن اقتصاد الجزائر ولم يسمعني احد منهم، بل ان من اخواننا من الحراك يكذبوني وطعنوا فيا وقالوا ما قالوا، يعني خاصه اولئك الذين ينتمون الى الشيخ بركوت يطعنون فيه وهم لم يقولوا كلمه حق امام السلطان الجائر. الاستاذ فارس يطرح لك سؤال ويقول لك في حاله مغادره العصابه هل يمكن ان نرى الاستاذ مسدور في منصب سامي في الدوله؟ انا يهمني ان بلادي تسلك وان الرجال هم من يحكموها، لا يهمني لا مسدور ولا قدور ولا محسنون، الذي يهمني ان بلدنا يحكمها الرجال ان شاء الله. الأستاذ موسى يقول لك إذا أنت ترى أن القايد صالح بخطوته لا يعمل على تكسير الحراك الشعبي؟ أبدا، هو مع الحراك الشعبي لأنه كرهه من الضغمة الفاسدة. أوكي. هو كره حياته. أستاذ أيوب، أستاذ عدلان، كره حياته من السعيد أخوه. أوكي. كره حياته منهم. الأستاذ أيوب يقول لك من هم البدائل في اعتقادك، ومن هو الرجل المناسب لكي يكون رئيسا مستقبليا؟ هذا سؤال لي يا صحراوي، تقول لي بلي انا سوتنيت بوتفليقه في الكاتريام موندا، واش اللي بدلني؟ انا تبدلت على الكاتريام موندا من الكاتريام موندا سي محمد. ماشي من اليوم. فارس مسدور يستضاف عليه بعد، وزيد يزيد عليها من فضلك اتصل بيا. بون، احنا استاذ سيون نعاودوا اللايف هذا خطره واحده اخرى. يتداول يتم تداوله في قل لي في وسائل التواصل، هو قضية 6000 مليار التي تكلمت عنها في الفلاحة. أنت معايا؟ أخوي عدلان، يوجد في العالم سعيد بختاوي يتكلم، سعيد بختاوي واحد من المختصين في الفلاحة. وعنده فيديو يتكلم عن 40 مليون هكتار من أجود أنواع الأراضي في العالم. كل دول العالم تتقاسم 8 مليون، 32 مليون موجودة عندنا أخوي عدلان. هذا فهمونا باللي احنا بلد فقير، وفي بالونا انتم الفقاقير، قالوا كل حاجه علينا. هذه 6000 مليار خويا عدلان، الحساب نتاعها كيف كان؟ لا سيليكون فالي في كاليفورنيا تنتج 600 مليار دولار منتجات بيو، يعني منتجات فلاحيه بيو. اذا كانت لا سيليكون فالي فيها 3 مليون هكتار وجابت 600 مليار دولار، احنا عندنا 30 مليون هكتار بعملية ثلاثية، 600 يعني 3 مليون جابت 600 مليار، 32 مليون شحال تجيب؟ تجيب علم الرياضيات بسيط جدا، تجيب أكثر من 6000 مليار خويا العزيز. وقتاش تكون حاضر معنا أستاذ؟ وقتاش تكون حاضر معنا أستاذ في لايف مباشر؟ أحسن من الطريقة اللي أنا نخدموا بها. شوف أنا الآن رايح للقرارة، عندي دورة في كويبية وسأعود يوم غد ان شاء الله يا ربي. الله يرضى عليك يا استاذ. الله يطول عمرك. صحيح صحيح يا استاذ، صحيح. الله يرضى عليك.